هذا السن لينك اللي يسموه سن لينك، يس ثينك اتس سن لينك. هذا هو اللي قلنا عنه فيه حدود 12 بلوك كلها ثلاث مفروشات وثلاث مكتب. هذا اللوفر ترى جنبه، اللوفر على طول ملاصق له جنبه. نبي ندخل اللوفر الحين، هذا هو اللوفر، نبي ندخل ونشوف اذا عندهم مطاعم زينه. انا سالت الصباح الظاهر سالت قالوا ما عندنا، بس خلنا نتاكد منهم الحين ونشوف، وبعدين اذا بغيت اذا ضيعت ولا لقيت تاكسي رح لهم يعطونك نفس الفرونت ديسك اللي هم خدمه العملاء يجيبون لك. صعب تلقاه الحين، نقدر نروح نسالهم نشوف خدمه العملاء، نسالهم عن المطاعم، مع انه فيه شوف المطاعم هنا بس ما ادري فيها عربي لا. شوف شوفوا هنا الجيريا ان شاء الله يكون الجيريا الجزائر، شوف ان شاء الله يكون يعني فيها اكل اسلامي. يعني صراحة ما ادري ايش اقول لكم، بس انها مشكلة الانجليزي عندهم مشكلة كبيرة، لكن لازم تتعلم شيء بسيط يعني تتكلم اصلا. لما يجيك واحد يقول له السلام عليكم وهو يعني اوروبي ولا امريكي تحس يعني قرب منه، كذلك لما تتكلم انت واحد يعني تكلمه بلغته تحس قرب، هي فيها شوي يعني فيها طريقة تواصل على طول يعني يتقبلونك، تدخل عليهم بنيهاو مرحبا وتمشي امور. والله شوف حتى هم حاطين لك اياها، شوف كيف بالعربي حتى ذاك لك صيني وروسي، اظن روسي هذا وانجليزي وعربي، يعني هم كل دور له. هذا اللوفر قلنا عنه كل دور له خاص معين. بنطلع فوق في اللوفر وشوف السيارة الصينية اللي موقفة، نعيات سيارة صينية، يمكن في سيارة صينية احنا اول مرة نشوفها، او فورد، شفنا فورد هوندا مع معقولة، هذه وش كرايسلر، هذه يمكن بي ام، اوكي هذه وش السيارة هذه، احد يعرفها؟ اللي يعرفها يكتبها لنا في الكومنتس. بي ام دبليو، شوف والله مرسيدس سيارة زينة، بورش، هم سهلين، هوندا، شو هذه ظهر تسلا، هذه تسلا، وهذه ما أدري وش السيارة، هذه أنواع مختلفة، هذه بورش، مو سهلين. هذا اللوفر حق الأثاث غالي، ويبدو لي جاي ناس إن حالتهم المادية كويسة. شوف سياراتهم، هذا الصينيين سياراتهم كلها أوروبية، مع أنهم يسوون سيارات صينية بكثرة، بس لاحظ أنها أوروبية، هذه يمكنها صينية، فشكلهم ما يثقون بالسيارات الصينية. شوف هذه السيارة يمكنها من شركاتهم، هذه ضمن تسلا، لكن باقي السيارات شوف لكسس ياباني، لوحتين عليها، شوف مرسيدس. فيبدو لي انهم ما يثقون بسياراتهم، لكن ما عندهم مشكلة انهم يصدرون. هذه بورش، هذه ما ادري ايش صيني، يمكن نيسان ياباني، هذه شكلها صيني، هذه ام جي اخيرا شفنا شيء من اللي نعرفه، كيا توري، مرسيدس، بي ام. فمثل ما قلتكم المفروض انهم هم اول من يشتري سياراتهم الصينية، لاحظ سياراتهم صينية بس على السيارات هذه اللي تبع شركات، الباقي كله أوروبي. هذه تسلا، شوف هونداي، تويوتا، 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 مرسيدس، ما يثقون الظاهر في سياراتهم الصينية. مركز شوندس من باير سنتر، مركز للأثاث، إذا فيك حيل مر عليه ادخل تلقى فيه شيء، بس ما تقطع للشارع، لا لازم تقطع للشارع من نفس الجسر هذا. احنا فندقنا على الجهة الثانية، لكن بنحاول نغطي بعض المحلات هنا نشوف شو الوضع، ونمشي على قدر المستطاع نشوف. هذا محل خارج المول، خلنا نشوف
هل أسعارها مقاربة للمولات ولا لا؟ طال هذه أنا شريتها من السعودية لكني ما أذكر كم عندي لازالة، بشوف السعر كم. بس 1680 يعني بعملتنا 900 ريال. ما أدري كم أنا شريته والله، 900 ريال. هذا متخصصين في بيزنس كارد، بيزنس كارد متخصصين مكاتب ال أوفيس. شوف كلهم، امسح الويتشات ولا شوف هذا اسمهم، طبعا اسمهم في نفس المنطقة أيضا. هنا هذا اسم الحرمة، ممكن ترسل لك يعني الكتالوج العروض اللي تبي. هذه كلها شركات أدوات مكتبية، بس كل هذه وطاولات أشكال وألوان. شوف هذه 275 أظن، 275 طاولة مكتب. محلات من هنا إلين آخر الباب كله محلات الأثاث المكتبي، طاولات أشكال ألوان صغيرة كبيرة. شوف مرتبة والله، حلوة بيوت وللمكاتب مرة حلوة، أشكال مختلفة يعني. جاهزين يعلمونك الأسعار كل شيء، خزنات إذا تشتري خزنات عندهم. بس مشكلتهم ما يحطون الأسعار، أظن من كثر منتجاتهم ما يحطون الأسعار عليها. مختلفة الخزنات، شوف أنا أقول أبي هذه المفتاح بس ما أبي. يا أوكي آه alright can you tell me about it؟ أنا أقول ما أبغى Okay, how much is this one؟ 700 يعني 350 300 ريال. 300 ريال. أوه ثقيلة والله، تنفع صعب شيلتها، صعب شيلتها. لا سوري، can I have your business card؟ هذا مكان زين ترى، مو بشيء نساهم. ممتاز للي يدور خزنات، خزنات البيت مرة حلوة، سعره حلوة يعني. شوف هذا، خليني أوريكم شيء ثاني بعد. شوف شو عنده بعد، عنده يعني مكتبات، راجل مكتبة طبعا، هذه زي التفصيل يفصلونها. وعنده هذه جاهزة أو مقاسات معينة، في الغالب إنها ضد الحريق، هذه يعني تنفع المكتبات. وعنده من حقات صناديق البريد بعد، صناديق البريد اللي عندهم زي أو اللقرات يعني زي حقين الجيم، هذول يصلحون لكم اللي عنده جيم أو شيء، هذه ممتازة له. شوف هذه ممتازة. Is it by one or how do you sell it, this one? For this? For this? This? This one? Yeah, this. What? Okay. CBM. Okay. هذه CBM خاصة في الشحن طبعا، بعدين موضوع CBM. هذه وان هاو ماتش از ات وان؟ هذه بس لوحدها 290 مبي. ثنتين تو بيسز، ذس وان تو، ذس اند ذس تو، 290 على حسب فهمي له انها 290. اند ذس وان هاو تو سيل ات، ذس وان لايك ذس، هذه هذه كلها اوكي. يا هاو ماتش از ات؟ بشوف سعرها، هذه فيها ستة يعطيك سعرها جاهزة.
410 for this. For this. ما this one. هذه 6 ب 410 والله انها بلاش. وطولها 1.80 متر. اوكي. وعندها ايضا هذه الخزنات مختلفة. How many pieces this one? How many pieces? See? 590 for this. صح؟ 12. 12. 590 RMB. وهكذا. Excellent. Nice, nice, nice. This one, هذه حقت صناديق البريد. How about this one? Yeah, هذه حقت صناديق البريد. شوف كم. 530 هذه حق صناديق البريد. ريمبي هذه كلها الست هذه 530. Is it all this one? This one. This one. 530. Yeah. ريمبي okay. But تقويلة this one. When هذه كلها فوق يعني اللي بيشتغل فيها good business صراحة. كلها ستيل ستيل وغالبيتها تكون يعني ضد الحريق بعد. في عندهم الاشكال هذه في عندهم اشكال هذه وفي عندهم خزنات ايضا. شوف مفتاح بس خزنات هنا خزنات. شوف شلون داخلها كيف مبطنين كأنك راكب هم تأثرين بالروس. يس. How much is this one؟ 2500 هذه. Very good. Yeah, very good. 2500. طبعا لها حل لو انك ضيعت في طريقة يعطونك اياها الظاهر تحت تقدر تحلها. This 2900 تفتحها. تعطينا حلوة 2900. الله حركات. شوف كانك وش تستغرين صح فيها. فيها شيء داخلي بعد. يعني إذا مرة عندك شيء ثمين تحطه هنا مرة حلوة. شوف شلون تقفلات يعني انسى. شوف كل هذولي والله لو كثير وقع وشو. What's the weight for this one? Weight. Weight. بشوف الويت حق هذه كم. كم. كيجي. انت 165 كيلو هذه. 165 كيلو. البيت طبعا ما يحتاج هذه 278. البيت ما يحتاج هذه 165 كيلو. مرة ما راح تقدر بس هي صعب عليك. صار هذه حقت الشقق. How about this one؟ صغيرات هذه. How much is it؟ وفي أصغر يستخدمون هذه. هذه 160 رمبي 160 تقريبا 500 ريال. وفيه عندك اللي أصغر منها وفي اللي أصغر. حلوة صراحة بس لا المفروض تاخذ فيه أكبر وتزبطه. هذه ممتازة للبيت هذه الخزنة. How many kilo is it؟ فيها بعد فيها شيئين بس هذا بلاستيك. This بلاستيك يعني ممكن يروح فيها 83 كيلو. هذه 38 كيلو. شو بس الشغل اللي فيها يعني انسى. يا انسى انها تنفتح. بانك. يا اتس بانك. لو بغيت تشتريها او يعني تاخذ تفاصيل اكثر. Alright. يقول هذا البنك يستخدم. Very good. What this one for? Security? 2K. أخذنا وقت والله كثير عندي بس عجبتني أنا صار أدور خزنة كل هذه تكون كويسة في البيت لاحقا. أوكي. What's the do you have measurement؟ هذه ممكن تأخذ مقاساتها وبعدين تفصل يعني شيء تدخل فيه وتخفيها. أوكي. هذه كم الحين؟ هذه 59 قس 60
60 سنتي في في 43 59 في 43 عشان نحط فرق. هذه انا اشوف هذه انسب شيء للبيوت حجما و 40 41 او 41 خلي 41 مره مناسبه للبيوت. وزنه 83 كيلو يعني ابن امه يشيلها. اوكي ايضا مكاتب وكلها مكاتب مره مكاتب. يمكن في بعد جزء الناس تبي غير بس اكثرها مكاتب كراسي كراسي انتظار. شوف كراسي انتظار هذه 220 رمبي بس الكراسي الانتظار 220 رمبي حدود 110 ريال. هذه الست عاد شوف كم يبيعون عندها. هذه احسن من اللي فيها سفنج ما ادري كم يبيعونها عندنا اللي يعرف يعلمني. هكذا كراسي طاولات السماعات شوف حتى هناك هذه كراسي سينما بس عادية عادية جدا يعني. هذه كراسي سينما عادية. واي I know it was us India. India or oh, India makes this one. طيب هذه بلاستيك. Yeah. ما لي قماش. Can you tell me how much is it for three pieces? Like this. طبعا هذيك بعد تقريبا نفس الشيء. بس خلينا نقارن. أبغى أعرف. 660 yeah, 360 يعني 300 ريال. ايضا عندك هذا. Is it similar to this one? Is it like this? Yeah. 3 is it similar to this price? No, this one is expensive. هذه بعد ممكن تستخدمها وتثبتها لو انك ما تبي في يعني عندك اطفال تقول بحط لهم كراسي عاديه في غرفه السينما. 750 في هذه. يعني اشياء كثيره عندهم. شوف الكراسي هذه ما ادري كم انا على 25 ريال. هذاك شوف تخصص طاولات القهوه نشوفه. انا ودي اروح ال الدكتور ما شايفه ودي اصور بس عاد يلا ما انا قادر لانه مغطى يبدو لي. خلينا نروح لنشوف. شوف هذول يوصلون الفايتن عشانكم بنطلع هذا كله حد درجات عشان نصور لكم الشارع اللي عليه محلات مفروشات من فوق. الله يعين عشان تعرف انه تحت المراقبه الكاميرات في المكان مو واضح الشارع. طبعا لا يمكن انك تطلع على الشارع تقطع الشارع مباشره لازم تستخدم هذا الجسر من جهه لجهه. احنا فندقنا هناك لو بغينا لازم نطلع مع الكوبري هذا مع الجسر هذا ونقطع الشارع وبنروح ما راح نطلع الجهة الثانية. لا بنروح نغطي الجهة هذه أول. شوف كلها أو نرجع الكوفي تيبل لأني أبغى أشوف هذه.